بسم الله الرحمن الرحيم. حملة تعال على الدفا التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تستهدف تعزيز السياحة المحلية بالنسبة للأردنيين وتشجيعهم للقدوم إلى العقبة للاستجمام في هذا الطقس الرائع في مثل هذا الوقت من السنة. حقيقة الكرنفال أو حملة تعال على الدفا حققت نسبة إنجاز متقدمة، حيث بلغت نسبة الإشغال في الفنادق ما يعادل 50% من الإشغال الفندقي الكلي، مقارنة بحوالي 15% من الإشغال في العام الماضي في نفس الفترة من العام الماضي.